بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن التايمينج إيفنتس، وبصراحة هنتكلم عن حاجة واحدة بس في التايمينج إيفنتس. أنا عندي حاجتين، عندي حاجة اسمها سيت تايم أوت وعندي حاجة اسمها سيت انترفال. أنا هتكلم عن السيت تايم أوت. ديت واحدة من ضمن التولز أو واحدة من ضمن الميثودز اللي تقدر من خلالها إنها إيه تكنترول في التايم. طيب السنتكس بتاعها بيبقى عبارة عن إزاي؟ أنت بتكتب ويندو دوت سيت تايم أوت، وخد بالك إن أوت مش أو كابيتال، ها؟ يبقى التايم بس هي تي كابيتال، وبعدين فانكشن البرامتر الأولاني أو في الأول كده ممكن أكتبها من غير ويندو بريفكس، تمام؟ البرامتر الأولاني ده بينفذ لي الفانكشن اللي هيتعمل لها إكسكيوتنج. الحاجه الثانيه البرامتر الثانيه الملي سيكونس ده ايه، حتى بيقول لي الزمن بالملي ثانيه قبل ما انفذ لك الفانكشن دي، يعني انا استنى كام ثانيه بالظبط هنا او كام ملي ثانيه هنا قبل ما انفذ الفانكشن دي، تمام؟ دي هي الفكره بمنتهى البساطه. طيب خلينا كده نجربها بشكل مباشر على اون كليك، تمام؟ اوكي هنشتغل على السنتكس بشكل اساسي. انا ممكن ما اكتبش ويندو، هو بيقول لي انت ممكن ما تكتبش ويندو، فانا هكتب على طول سيت تايم اوت وافتح واقفل واحط بقى الاثنين بارامترز بتوعي. البارامتر الاولاني بيكون عباره عن ايه؟ هو حتى كان بيقول لي هو البارامتر الاولاني بيكون عباره عن فانكشن، اسم الفانكشن بتاعك عباره عن ايه؟ والبارامتر الثاني بيكون عباره عن الزمن. فماشي اوكي، انا هكتب مثلا فانكشن اسمها ماي فانكشن واخد كوما وهنخلينا في سنه مثلا بعد 1000 ملي ثانيه، اللي هو عباره عن ايه؟ بعد ثانيه واحده بس. يعني بص يا سيدي، اون كليك اول ما اضغط عليك اللي هيحصل هتلاقي ان في حدث من الاحداث الخاصه بالزمن، ايه هو؟ سيت تايم اوت. طيب انت عايز ايه؟ انا عايزك بعد ثانيه تنفذ لي الفانكشن. خلاص ماشي اوكي، ندخل بقى على مين؟ على الفانكشن، ناخدها كوبي وهنحط فيها حاجه بسيطه خالص فانكشن، هنحط فيها اليرت يا جماعه، يعني مش هنحط فيها حاجه كتير، لا احنا بس هنحط، احنا بس بنحاول نمثل، تمام؟ هنقول اليرت وفي مثلا كلمه هاي، اوكي؟ يبقى ايه؟ يبقى الاليرت ده هيحصل بعد كام ثانيه؟ هيتنفذ بعد ثانيه واحده بس، لو انا عملت كنترول اس كده من الضغط على مين؟ من الضغط على الزرار اللي اسمه بوتون. ايه نشوف كده ونعمل ريفرش، نضغط على الزرار ونستنى ثانية هنلاقي كلمة هاي ظهرت، تمام؟ طيب لو خليت، لو علقت الزمن ده وخليته مثلا 3000 ملي ثانية، يعني ده معناها ايه؟ 3000 على 1000 يعني تديك 3 ثواني. انا عملت ريلود، عملت شو مسج؟ ثانية 2 3 بعد 3 ثواني هيبتدي المسج بتاعتي اللي هي هاي. ده بالنسبة ليه؟ الست تايم اوت ميثود. يعني بقى ما كنت بتوضح فوق، سبحان الله اللهم ربنا بحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.